من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أن القمة الخليجية ستحقق طموحات وآمال المواطن الخليجي على كافة الصعد. سعادته أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك منظومة اقتصادية قوية تستطيع من خلالها مواجهة كافة التحديات الإقليمية. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تتوج هذه القمة بما يصب إليه أبناء مجلس التعاون الخليجي وما يعقده عليها من آمال لزيادة اللحمة بين مواطني مجلس التعاون وكذلك لما فيه خير لهذه الدول، كذلك لدرء ما تتعرض له دول مجلس التعاون من مكائد ومن غدر ومن محاولات يائسة للنيل من أمن واستقرار منظومة مجلس التعاون. نأمل من الله سبحانه وتعالى، وكما عهدنا قادتنا حفظهم الله أنهم يعملون لخير ورفعة أبنائهم مواطني دول مجلس التعاون. هناك منظومة اقتصادية لمجلس التعاون سواء كانت على مستوى البنوك المركزية أو على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع العام والصناديق السيادية لهذه الدول، فالعمل بين هذه الدول هو لربط اقتصاد الدول ببعضها لتكون موحدة.